بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على رسول الله الأمين. معكم حسام الحوراني من الأردن، ونستكمل اليوم إن شاء الله دروس الذكاء الاصطناعي مع بايثون، واليوم مع مكتبة مهمة جدا اللي هي مكتبة الفلير. هاي المكتبة بتهتم في الـ NLP اللي هي معالجة اللغات الطبيعية. الأجندة طبعا فور توداي راح نتكلم على عدة مواضيع. أول شيء راح نحكي كنظرة عامة عن الـ NLP، نراجع إيش معناه، إيش في الـ NLP. بنحكي اوفر فيو على فلير، وبنحكي بعض التفاصيل عن فلير لايبرري، بنشوف التوكنايزيشن كيف تعمل التوكنايزيشن، كرييتنج سنتنس، ادينج تاكس تو توكنز، بنشوف كيف ادينج ليبلز تو سنتنس، بعدين بنحكي على النيمد انتيتي ريكوجنيشن ال NER، بعدين تكست كلاسيفيكيشن، بعدين بنحكي على الوورد امبيدنج وعلى الدوكيمنت امبيدنج، وبنشوف كيف بنتعامل مع اللودنج تريننج للداتا، وبنشوف اهم شيء مشروع يعني باخر الداتا باخر السلايدز، ان كيف بدي اعمل كلاسيفاي للسبام. عندك مسجز اس ام مسجز تجيك، كيف بدي اعرف انه هاي المسج عباره عن سبام او هام، وهذا يعني المشروع صغير مهم جدا حتى تشوفوا كيف تعملوا لودنج للديتا، كيف تعملوا تقسموا الداتا انتو تريننج وتست وديفلوبمنت، وكيف انكم بدكم تعملوا تريننج للموديل وكيف تعملوا برودكشن. الان بشكل عام ال NLP اللي هي Natural Language Processing بيسموها، هي معالجة اللغات الطبيعية. هاي أحد الأفرع الذكاء الاصطناعي، وبتخص تحليل النصوص. أنا في عندي نص مكتوب، كيف أحلل هذا النص؟ كيف أفهم هذا النص؟ كيف أفهم سياق الكلمات الموجودة في هذا النص؟ فالـ NLP هو توبيك، إنه كيف أنا بخلي أجهزة الكمبيوتر تتعلم تفهم اللغات الطبيعية اللي البشر بيحكوا فيها، واستخلاص معنى يفيد، واستنتاج يعني ماذا يريد القائل قوله. هذا مختصر مفيد موضوع الـ NLP. طبعا الـ NLP بستفيد منه في تنفيذ المهام كثيرة، المهام اللي تلخيص التلقائي بسموه Automatic Summarization، Translation الترجمة، التعرف على الكيان المسمى اللي هي named entity recognition، وراح ناخذ عليها امثله هاي، استخراج العلاقه relationship extraction، sentiment analysis اللي هو تحليل المشاعر، وهذا موضوع جدا مهم، طلاب الماجستير والدكتوراه كثير بواجهوا مشاريع على هاي المواضيع، بعدين بنشوف التعرف على الكلام speech recognition، واخر شيء تجزئه المواضيع. هسه هاي كلها اللي انا بستفيد منه حتى اطبق هاي الامثله. مثلا بعمل summarization لبلوكس اوف تكست، انا عندي تكست معين، كيف اعمله summarization، اوتو summarization، او creating chat bots، او اني اسوي مثلا برنامج يعمل لي machine translation، يفهم اللغه ويفهم سياق الكلمات ويترجمها بطريقه صحيحه. Fighting spam زي ما راح ناخذ في اخر البرزنتيشن عليها example. Extracting information، automatically generating the keyword tags، identifying tags of the entities extracted، sentiment analysis اللي هي تحليل المشاعر حكينا فيها، reducing the words to their roots، كيف ترجع الكلمات للجذور الاصليه، summarization، questions and answering، والاهم اني كيف اتعامل مثلا مع الكاستمر سيرفيس، واحد بيدي لي مسج معينه كيف افهم عليها وارد عليها بطريقه مناسبه. كمان على الماركت اناليسيس، كيف احلل الماركت الموجود عندي، في عندي كثير تقارير مكتوبه كتابه، فكيف استخلص النتائج من هاي الابحاث او هذه الدوكيومنتس. طبعا فلير هي مكتبه جدا قويه فيما يخص معالجه اللغات الطبيعيه. تم تصميم فلير على لايبرري مشهوره جدا اللي باي تورش، مكتبه مشهوره بالارتفيشال انتليجنس، وان شاء الله بالمستقبل نحكي عليها نتكلم عليها شوي، لانه فيها كثير اشياء مهم واحد يطلع عليها كيف نبني باي تورش ابلكيشنز. والفلير اللي ريسنتلي اضافوا اطارين جديدين، بري تريند مودلز اللي ممكن تستخدمهم، وتتميز فلير بالقوه على الفهم الكونسبتس والسياق الكلام واعطاء نتائج قويه. الآن مثلا فلير مفيدة جدا مثلا في فهم معاني رسائل البريد، أو استجابات للعملاء، أو فهم تعليقات الموقع اللي مثلا أنت عليه. في ناس كثير بيسووا تعليقات على موضوع معين أو على موقع، فكيف تفهم وتلخص ماذا يعني يراد بهذه التعليقات.
وفي كثير أمثلة راح نتطرق إلى بعضها في السلايدز القادمة إن شاء الله. طبعا الفلير لايبراري مكتبة مهمة وقوية جدا زي ما حكينا، وفي أربع مواضيع أساسية كمان هي يعني حقيقة بتركز عليهم، موضوع الـ Entity Name Entity Recognition NER وراح أعطي عليها أمثلة، Part of Speech Tagging BOS، Test Classification و Training Customer Models. حتى أعمل Installation للفلير بقول له بيب انستول فلير بكل سهوله. طبعا ممكن ترو اناكوندا كمان تعمل انستليشن، فانت ارجعوا لاناكوندا الويب سايت شوفوا كيف تعملوا اذا في تاجز معينه او اشياء باراميترز يو نيد تو دو ات، بس موست لايكلي اذا تقول له كوندا انستول فلير ات ويل ورك. لان حتى افهم او كيف تشتغل الفلير في تو يعني ستيبس او اجراءين اثنين بقوم فلير في عمله. لو اعطيه مثلا هاي الجمله جورج واشنطن واز بورن، شو بيسوي هو؟ ثرو الكاركتر لانجوج موديل اللي هو باي دايركشنال كاركتر لانجوج موديل، هاي الموجود عندنا بيشوف كل الكاركترز كاركتر باي كاركتر وبوجد العلاقات حتى يشوف الكلمات ويفهم شو الكلمه هي ايش اصلها وايش هي الكلمه. بعدين بتروح لشيء اسمه سيكونس ليبلينج موديل، هذا هو الباي ال اس تي ام سي ار اف سيكونس ليبر، ومن خلالها مثلا ممكن يستنبط ال اي ار اللي هي انتيتي نيمد انتيتي ريليشن، زي مثلا عباره عن جورج عباره عن بيرسون، واشنطن عباره عن بيرسون، وهكذا. فهذول التو يعني ميجر ستيبس بيقوم فيهم فلير حتى يتعرف على الكلمات ويتعامل مع الكلمات ويطول مثلا الجذورهم او مثلا يطول النيمد انتيتي ريكوجنيشن وهكذا. خلينا ناخذ اول مثال على التوكنايزيشن. توكنايزيشن فيري سمبل في فلير، بقول له فروم فلير دوت داتا امبورت سنتنس، فبقول له سنتنس يساوي سنتنس كابيتال لتر طبعا اول حرف of this the grass is green. The grass is green. بقول use underscore tokenizer يساوي true. فبقول له print sentence. Print sentence هاي. فقال لي sentence the grass is green فيها 5 tokens. فيها 5 tokens. إذا عديناهم 1 2 3 4 والنقطة عبارة عن 5 tokens. هسا بنشوف أمثلة كيف أتعرف على كل token. هذا المثال مثلا كمان. نفس المثال قبل شوية قلنا the grass is green، قلنا له print sentence، أعطاني sentence زي ما شايفين sentence with 5 tokens. الآن بدي أقول له print sentence dot get token number 4، فأعطاني token number 4 is green. لاحظوا 1 2 3 4 قلت له أعطيني number of 4. أسا إذا بقول له print sentence of 3 يعني زي الليست، فبده يعد لي من صفر، فبيعطيني جرين وبقول لي انه هاي 0 1 2 3 بتطلع جرين رقم 3. اول نمبر هنا اعطاني جيت التوكن، جيت التوكن نمبر 4 لانه بدا من رقم 1 2 3 4. اما هنا سنتنس اوف 3 اللي هي عباره عن ليست بدا من 0 فبتجيب لي كمان جرين. هسه بعمل لوب على السنتنس، بقول له 4 توكن ان سنتنس برنت توكن، هي طبع لي كل توكن، توكن رقم 1 اللي هي ذا، توكن نمبر 2 grass، 3 is، 4 green and 5 is الكولن او النقطة. كمان ناخذ مثال مثلا باللغة العربية، قلت سنتنس انا احب لغة بايثون، فنفس المثال اللي قبل شوية بس باللغة العربية زي ما انتم شايفين طبعت السنتنس. سنتنس عبارة عن 4 tokens، 1 2 3 4 هي tokens 4 tokens، وطبع لي التوكن نمبر 4 1 2 3 4 بايثون وهي بايثون، وبعدين اعطاني كل مر لي على لوب واعطاني كل التوكنز الموجودين بس بالستيتمنت. فزي ما انتم شايفين استخدمت اللغه العربيه كمان واعطاني الاشياء اللي بتخص التوكنز. ادينج تاجز تو توكنز، كيف اعمل تاج للتوكنز وكيف اظهرهم؟ مثلا عندي هنا سنتنس يساوي سنتنس ذا جراس از جرين، قلت له يوز اندرسكور توكن يساوي ترو، print sentence يعطيني sentence وعندي 5 tokens. الآن بدي أضيف تاج بقول له sentence of 3، sentence of 3 اللي 0 1 2 3 الجرين، بقول له هاي عبارة عن name entity recognition هي color، أنا حطيت الساعة تاج معين قلت له الجرين عبارة عن color، فكيف بدي أطبعها وأطبع التاجز اللي سويته؟ بقول له print sentence dot to tag underscore string، فأعطاني the grass is green وهي حط لي بين
الإشارات الأصغر والأكبر اللي هو التاج اللي أنا حطيته اللي هو الكلر، فقال لي جرين عبارة عن كلر، فهيك قدرت أضيف تاج معين على الستيتمنت اللي بدي إياها حتى أبين إيش هاي الكلمة، بدي إيش التاج اللي أنا بدي أربطه بالكلمة هاي. ناخذ انا نفس الاكزامبل بس نضيف عليه بعض الشغلات، نشوف كيف بدنا نعمل اكستراكشن للسكور والكلر لنفسها اللي هي التاجد فاليو. زي المثال السابق عملنا امبورتنج لللايبرز، عملنا هنا سنتنس، وطبعا السنتنس طلع عندي ذا جراس از جرين وفي عندي 5 توكنز، وقلت له سنتنس اوف 3 دوت ات اللي هي طبعا الثالثه اللي هي 0 1 2 3 اللي جرين ضيفوا على الان اي ار color named entity recognition اللي هي color. فهون قلت له print sentence dot to underscore tag under underscore string، طبع لي the grass is green color زي ما شفنا قبل شوي. الآن شوفوا إيش بدنا نشوف، بدنا نسوي كيف to extract other information طريقة ثانية. نقول له tag colon label يساوي sentence of three dot get underscore tag of in er. الآن بقول له print، بيعمل ايفالويشن الان لكل شيء بين الاقواس. sentence of 3، sentence of 3 يعني من 0 1 2 3 3 4 0 1 2 3 اللي هي green، اذا طبع لي green، هي الجرين. token 4 اللي هي الجرين. is tagged as tag dot value، tag dot value اللي هي color، اللي هي color with confidence score اللي هي tag dot score، اعطاني اللي هي قديش السكور تبعتي انها هي اكستراكتد انفورميشن اللي هي الكلر، فاعطاني 100%. فهذه از انذر جست اكزامبل انه تو سي هاو تو يوز تاج ليبل بالجمله هاي وكيف تو اكستراكت السكور. الان كيف نضيف ليبلز على السنتنس؟ بنعمل امبورت ل فلير دوت داتا امبورت سنتنس. السنتنس اللي بنشتغل عليها اللي فرانس از ذا كرنت وورلد كاب وينر، بنقول له add label and underscore label sport، هاي الليبل اذا هاي ليبل this as sport، او ممكن نقول له state sentence dot add underscore label sports comma world cup، يعني فانت بتضيف list of labels، فاما بضيف sport لحالها او انا حاط another example اللي هي ضيف sport world cup. another thing اللي هي sentence يساوي sentence France is the current world cup comma labels يساوي sport world cup. فزي ما انتم شايفين ممكن تستعمل ليبلز واحده او ليست اوف ليبلز، او بنفس السنتنس لما انتم تعملها ديفينيشن بتعرفوا كمان انتم الليبلز اللي بدك اياها. هلا كيف بدنا نطبع الليبلز؟ بنقول اول شيء برنت سنتنس زي ما انتم شايفين فرانسيس ذا كرنت وورد كاب وينر و7 توكنز عندي. هسه فور ليبل ان سنتنس دوت ليبلز برنت ليبل، فطبع لي الليبلز اللي عندي اللي هم سبورت واللي هم عندي وورد كاب. زي ما شايفين عندي هنا هي عندي كل الليبلز الموجودين عندي بالجمله. الان ننتقل لل NER نشرح عنها شويه بشكل مفصل عن اللي اخذناه سابقا، لان حتى نفهم شو ال NER. ال NER اللي هي بسموها named entity recognition. هلا بمر معك بالجمله اشياء كثيره، كلمات، اسماء اشخاص، اسماء مواقع، واشياء كثيره. فكيف يا ترى بدك تحدد انه هذا مثلا اسم شخص او هذا اسم لوكيشن؟ هذا هو اللي بنسميه ان اي ار اللي هو نيمد انتيتي ريليشن ريكوجنيشن. فطبعا هنا اذا بدك تشوف في طبعا نيمينج كونفنشن للموضوع هذا، وان اوف ذم از بيعطيك جيو مثلا بيقول لك جيوغرافيكال انتيتي اور يعني اورجنايزيشن، مثلا بتقول له مثلا شو مايكروسوفت بيقول لك اورجنايزيشن، هذا ايش هو بقول لك بير يعني بيرسون، وهكذا مثلا تايم انديكيتر ارتيفاكت ايفنت حدث وهكذا. فكيف انا بدي اطلعه بالفلير؟ هون بقول له فروم فلير دوت مودلز امبورت سيكونس تاجر وفلير دوت داتا امبورت سنتنس. فقلت له تاجر يساوي سيكونس تاجر دوت لود ان اي ار، فانا بدي استعمل ان اي ار از ماي ريفرنس، والسنتنس اللي هي جورج واشنطن ونت تو واشنطن. هسه لاحظوا هنا الجمله هاي مهمه جدا نستوعبها لانه فيها تريك. التريك انه هذا في عندك جورج واشنطن اللي هو اسم الشخص زي ما انتم بتعرفوا، وانت واشنطن، واشنطن هاي بدل لوكيشن. فلاحظوا مره واشنطن استعملت هنا كاسم ومره استعملت كلوكيشن، فهل يا ترى الفير بيقدر يميز بين الجملتين هذولا بين الكلمتين هذولا؟ خلينا نشوف.
بنقول له tagger dot predict sentence. هل predict sentence بنقول له print to underscore tagger underscore string. فهنا هي طبع لي هنا طبع لي tags tags الموجودة عندي. لاحظوا كيف هي جورج عبارة عن person، واشنطن عبارة عن person، went to واشنطن عبارة عن location. فطلع لي الجملة هاي اللي هي tag to string. هسه نعمل لوب على كل التاجز، نقول له for entity in sentence.getSpans.net.ner print الانتيتي. فهي عمل لي هنا لوب عليهم. طبعا قال لي انه person 1 و2 اللي هي الاولى والثانيه عباره عن جورج واشنطن، location 5 اللي هو عباره عن واشنطن. لاحظوا انه واشنطن هنا عرف انه person، واشنطن الثاني عرف انه ايش؟ انه لوكيشن. فمن سياق الجمله بتعرف انه هذا عباره عن مثلا عن اسم كامل وهذا عن لوكيشن وهكذا. هنا مثلا ممكن تعمل سنتنس دوت حوله لدكشنري للتاج تايب. فعمل لي طبع لي كل الاشي از دكشنري. فبلاحظوا تكست يساوي هي التكست موجوده عندي، الليبلز فاضيات، الانتيتيز كلها موجوده عندي، التكست اللي هي جورج واشنطن، ستارت بوزيشن ات 0 لوكيشن، وند بوزيشن ات 17، وهذا عباره عن بيرسون. الكونفيدنس كان 0.9967 which is very good score. والتكست الثاني اللي هو عباره عن واشنطن اللي هو اللوكيشن زي ما انتم شايفين، والكونفيدنس عباره عن 0.999. اذا عرفنا الايديا بيهايند نيمد انتيتي ريكوجنيشن، وعرفنا انه هذا عباره عن تحديد وإيجاد الكاتيجوريز، الكاتيجوريز للكلمات اللي احنا بنشتغل فيها، سواء كانت verb، سواء كانت noun، سواء كانت اسم، الموقع location وهكذا. This is another also example. زي ما انتم شايفين I love Berlin هي السنتنس. فالتاجر load ال NER، predict sentence، print sentence يطبع عليها I love Berlin for tokens، print the following in ER tags are found هاي التاجز اللي found. فمر عليهم لقى انه في عندي one entity اللي هي عبارة عن اللي هي برلين اللي هي عبارة عن location LOC يعني location لبرلين. الآن text classification and prediction. يا ترى نقدر احنا نستعمل text classification بالفلير وكيف راح نستعمله؟ لاحظوا انه في عندي انا بريم ترين موديل اللي هو ان سنتمنت. فعملت اول شيء طبعا امبورت للايبرز من فروم موديل تيست كلاسيفاير، وعملت فروم داتا امبورت سنتنس، قلت له كلاسيفاير يساوي تيست تكست كلاسيفاير دوت لود، لود من الانجلش سنتمنت، وقلت له الجمله اللي تبعت اللي بدي اشتغل عليها this film hurts it is so bad that I am confused. فلاحظوا هاي الجملة طبعا لما تقرأها بنحدد انها عبارة عن positive or negative، جملة ايجابية او جملة سلبية. فلاحظوا this film hurts it is so bad that I am confused. فقلت له predict هاي sentence classifier dot predict هاي sentence، وقلت له print sentence dot labels طبع لي انه negative، انها عبارة عن negative statement. لاحظوا انه في عنده already sentiment I can use حتى أشوف إنه هذا الكلام اللي مو بدي أسويه هو كلمة أو جملة إيجابية أو جملة سلبية. فلاحظوا إنه على السريع قال لي إنها عبارة عن negative statement. هنشوف جملة ثانية مثلاً Flair is pretty neat. Flair is pretty neat. هنشوف إنها positive or negative. Classifier to predict هاي sentence. لاحظوا كيف؟ فنقول print sentence above is sentence to label طبعا is positive 0.87. فلاحظوا كيف انه you can انت بسطرين ثلاثة you can predict the sentiment الموجود في الفلير عن طريق انك تعمل load للانجلش sentiment اللي already built. طبعا في English sentiment، في France sentiment، في اشياء كثيرة انت ممكن ترجع لها بتشوف انت which languages are available حتى انك تستخدم ال sentiments الموجودة. الآن ننتقل على Classic Word Embedding. طبعاً في أشياء built-in في Flair you can use it. One of them is إيش اسمه Word Embeddings Glove. فأنت ممكن تعمل Word Embedding وتطلع كل الـ Embeddings زي ما أنتم شايفين هنا عن طريق هالـ Few Statements. فأول شيء تعمل Importing للـ Libraries اللي بديها Flair.Embeddings Import Word Embeddings و Import From Data لـ Sentence. الـ Glove Embeddings بدي استعمل أنا Word Embedding Glove.
فقلت له sentence يساوي sentence the grass is green, the grass is green. فقلت له glove embeddings dot embed sentence هاي. بعدين قلت له for tokens in sentence, tokens in sentence print token token و tokens dot embeddings. فهي زي ما تشوفين طبع لي token 1 اللي هي ذا, هي ذا وهي كل التنسر تبعي اللي هي في الورد امبيدنج. توكن 2 اللي هي الجراس, هي الجراس وفي كل الامبيدنج زدية, وهكذا تحت في كمان الاذر التوكنز اللي مش مبينات عندنا هون بالسلايد, لكن الموضوع زي ما شفتوا مباشرة عن طريق الورد امبيدنج يو لود وات ايفر امبيدنج بدك تستعمله انت, وبس تقول له انت هون امبيد السنتنس اللي انت اشتغلت عليها وبتطبع الامبيدنجز بالطريقه هاي. نتكلم الان على الدوكيمنت امبيدنج وهي مثال بسيط. فبدنا نعمل امبورت من فلير دوت امبيدنجز الوورد امبيدنجز كوما دوكيمنت ار ان ان امبيدنجز, وبنعمل امبورت للسنتنس وبنقول له جلوف اندرسكور امبيدنج يساوي وورد امبيدنج جلوف. لما نقول له دوكيمنت امبيدنج يساوي دوكيمنت ار ان ان امبيدنجز وبنودي له كمان جلوف امبيدنج زي ما انتم شايفين. هاي الجملة أو هاي الدوكيمنت اللي بدنا نعملها هسه embedding the grass is green and the sky is blue. فبنقول له document underscore embedding dot embed embed اللي هي sentence اللي بدي أشتغل عليها أنا, وعملت print لل embeddings get embeddings من ال sentence. طلع معي هاي كل الدوكيمنت embedding زي ما انتم شايفين عندي. الآن بنشوف كيف بدك تعمل loading لل datasets الموجودة في فلير. في one of the datasets الموجودة اللي هي UD underscore English, هاي one of the datasets حطيناها في variable اسمه corpus. هاي طبعا corpus هي بتحط فيها انت دائما عادة بتحط فيها الداتاست اللي بدك تشتغل عليها. فهنا قلت له print corpus dot train, corpus dot train طلعت معي 12543 statement, corpus dot test 2077, الكوربس دوت ديفلوبمنت اللي هي 2002. قلت له اطبع لي اول جمله من التست, طبع لي هي سنتنس اللي هي وات اف جوجل مورفت انتو جوجل او اس. عندنا 7 توكنز طبعا هنا, وهنا قلت له الكوربس دوت تيست اوف 0 هي الجمله هاي دوت تو اندرسكور تاج اندرسكور سترينج بي او اس. فزي ما شفتوا حلل لي الجمله هاي بالطريقه هاي واعطاني كل وورد ايش ايش هي زي ما تشوفين دي هون. الآن نأخذ مشروع صغير بسيط, مشروع مهم لأنه بيشرح كيف نعمل تريننج لموديل في الفلير. المشروع بكل سهولة عبارة عن أنك بدك تعمل كلاسيفاي لمسجز اس ام اس مسجز بدك تشوف انهم سبام او هام. تو كلاسيفاي سبام انه في مرات مسجز كثير بتيجي على الانسان, هاي المسجز بتكون عباره عن سبام, عباره عن دعايات واشياء مرات بتكون غير مهمه مرات بتكون مضره. فبدك هاي المسجات تحددها انها كانت سبام او هام. وهلا بنشوف خطوه خطوه كيف ممكن نشتغل على هذا البرنامج. اول شغله بدنا نعمله على الويب سايت, هذا الويب سايت وبدنا ننزل ال اس ام اس سبام كوليكشن. هذا عباره عن داتا سيت فيها الكثير من الداتا, تقريبا حوالي 747 سبام و 4827 هام, يعني التوتال تقريبا عندنا حوالي 5000 ونص رساله في هذا الملف. بدنا ننزله عن طريق هذا اللينك اللي هو البلين تكست. فبنكبس هون نعمل له سيف از على الكرنت فولدر وبنعمل له انزيب بحيث انه نطلع التكست فايل اللي هو شايفينه هون. هي التكست فايل بنخليه على الكرنت فولدر اللي فيه البرنامج عشان يقراه البرنامج. فزي ما انتم شايفين عندنا كثير رسائل هنا مصنفات شيء هام وشيء سبام. سبام طبعا زي ما قلنا انه يعني مسجات غير ضروريه او مسجات مؤذيه غير مهمه المفروض نتخلص منها, والهام الرسائل العاديه اللي هي ما بتاذي واللي المفروض تقراوها. فأول شيء زي ما قلنا بدنا ننزل هذا الملف ونخزنه عندنا, وهسه بنشوف الخطوات القادمة. الآن بدنا نشوف البرنامج. البرنامج يعني مش صعب, سهل, بتكون من أربع بلوكس, واحد اثنين ثلاثة أربعة. الأول بلوك اللي هو importing libraries, البلوك الثاني اللي هي loading and pre-processing the data, والبلوك الثالث training للموديل, والبلوك الأخير بعمل predict. طيب الآن
importing للايبرز بنعمل importing من flare. اول شيء بنعمل بالباندا بنقول له import pandas as bd، لان بنستعمل الداتا سيت بنعمل importing للملف هذا اللي هو to text. بعدين flare بنعمل importing لكل هالاشياء الموجوده عندي اللي هي NLP task data feature word embedding flare embedding document stream embedding text classifier الموديل ترينر الباث والسنتنس. نيجي على هاي السكشن. اول السكشن الثاني اول ايش بعمل ريد البي دي دوت ريد اس في فايل اللي هو الملف اللي قبل شوي عملنا له داونلود اللي فيه المسجات. المسج طبعا هاي في الكاتيجوري تبعتها انها عباره عن هام او سبام، والمسج نفسه في بيناتهم تاب. هذا الملف احنا عملنا له قبل شوي داونلود بنخليه على كرنت فولدر اللي موجود عليه هذا البرنامج. فبعمل له ريدنج، والديليميتر تبعي اللي هو عباره عن تاب، فهون في تاب فهذا كولوم والمسج نفسه عباره عن كولوم. طيب نيجي على نقول له هنا رينيم الكولومز. اول واحد خليه اسمه ليبل، والثاني الكولوم الثاني اسمه تكست. فهذا الليبل تبعه عباره عن ليبل، وهذا الكولوم هيدر عباره عن تكست. فصار عندي ليبر تكست هون عباره عن هيدرز لهذا الملف. الان الكاتيجوري هاي بنحولها ليبل اوف ليبل بنحوله دوت اس تي ار اس تايب اس تي ار خليه سترينج. بعدين في عندي ثلاث جمل هون، ثلاث جمل كل جملة هون بتخزن لي مرة training data set ولا test data set والdev data set كلهم طبعا دوت sv csv file. طيب أول جملة هون بتأخذ من 0 ل 80% data من الملف هذا بتخزنه as training، والseparator عبارة عن tab حقنا والindex false والheader false. هاي أول training data. نيجي على تست داتا. تست داتا بدي اخذ من 80% الى 90% يعني 10% بدي اخزنه بالتست دوت سي اس دي فايل والسبريتر اللي هو تاب والاندكس فولس والهيدر فولس، واخر 10% يعني من 90% الى نهايه الملف. هي لنهايه الملف هنا حولها للسي اس بي وخزن لي از ديف دوت سي اس بي والسبريتر وهكذا. فهون بدي يتخزن عندي على الكرنت فولدر ثلاث ملفات، وهذول الثلاث ملفات training dot csv والtest والdev عبارة عن أجزاء من هاي الداتا سيت الأصلية اللي أنا اشتغلت عليها. 80% training و 10% test و 10% development. الآن نيجي على train the model. كيف بعمل train the model؟ في عندي خطوات. أول شيء بدي أعمل loading للداتا سيت تبعتي، بعدين بدي أعمل word embedding، بعدين بدي أعمل document embedding، بعدين بدي أعمل classifier، بعدين بدي أعمل training. 1 2 3 4 5 عندي خمس steps بدي أنا أقوم فيهم الآن حتى أدرب الموديل. خليني أجي على واحدة واحدة. أول شيء بعمل loading الكوربس تبعي، بقول له إن البي داتا تاسك داتا فيتشر loaded classifier underscore corpus من الباث الكرنت باث، وعمل لي لودينج لtest.csv. هي عملت انا لودينج لtest.csv حطيته بالload classifier corpus. اذا الكوربس عندي هو عباره عن تيست داتا اللي انا جبته من هون، هي تيست داتا. الديف فايل يساوي development زي ما انتم شايفين، ديف underscore file يساوي dev.csv، يعني هي طبعا هي جمله تابعه للي فوق، كوما التريننج فايل عباره عن train csv. فصار عندي هنا ثلاث ملفات، training التست فايل والdev فايل والtraining فايل اللي عملتهم uploading للكوربس اللي عندي. فالكوربس الان بيحتوي على هالثلاثه داتا سيتس اللي عندي اللي بدي اشتغل عليهم. هسه بعمل word embedding، بقول له word embedding يساوي word embedding glove كوما flare embedding new forward fast كوما flare embedding news backward file news backward fast. هاي اول شغله. الشغله الثانيه بعمل document embedding، بقول document lstm embedding word embedding اللي انا طلعت من هنا word embedding زي ما انتم شايفين، والhidden size 512 والreprojection word true projection word dimension 256. لما بسوي classifier بقول له classifier يساوي text classifier، بودي له document embeddings اللي انا اشتغلتها، هي الدوكيمنت embedding اللي طلعتها، بودي له label dictionary اللي هو corpus dot make label dictionary، والmulti label يساوي false. للترينر بقول له الان model trainer استدعي لي على classifier اللي انا بنيته الان، هي classifier والcorpus تبعي، بقول له trainer dot train
وعندي النمبر اوف اي بوكس 10 10 مرات مع الاي بوكس. فهذا البلوك اللي عندي بده يعمل تريننج لديه. طبعا ات ويل تيك سم تايم، وهنا بده يعمل داونلود لبعض الاشياء المتعلقه بالفلير اللي لها علاقه بالامبيدنجز، فبده يعملها داونلود لما تعمل رن للبرنامج. وذس ويل تيك سم تايم، يعني بجوز انه ياخذ ربع ساعه لثلث ساعه حتى يسوي كل التريننج المطلوب. فبعد ما تعمل تريننج انت ممكن طوالي تعمل لودنج للبيست موديل، هي اخر شيء اللي بنعمل بريدكشن. فبقول له كلاسيفاير يسوي تكست كلاسيفاير دوت لود البيست موديل دوت بي تي اللي اشتغل عليهم اللي طلعوا موجود بالبيست موديل دوت بي تي. وهنا عندي جمله اللي هي اس ام اس مسج اسمها هي سنت يساوي فري انتري انتو اور وريفر 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 الى اخره، هذا الكلام اللي موجود هنا. فبدي اعملها سبريدكت، بدي اقول انها عباره عن هام ولا سبام. فهي الجمله وهي اللي انا بدي اعمل له سبريدكشن اللي هي سنت. ماشي الحال؟ فسنت شو بقول؟ بقول له سنتنس يساوي سنتنس اوف سنت، بقول له كلاسيفاير دوت بريدكت. هنا الكلاسيفاير دوت بريدكت بعمل بريدكت للستيتمنت هاي، وبقول لي هنا الليبل يساوي اس تي ار sentence dot label of zero split، وبقول لي ان الجمله عباره عن سبام او هام. بقول لي بطبع لي الليبل والسنتنس اللي اشتغلت عليها اللي هي هاي الجمله المسج. فالسلايد هذا بعد شوي بنشوف كيف بيطلع النتيجه. لما اعمل اول شيء تريننج راح يطلع معي زي هيك، بده يعمل هي الاي بوك نمبر 1، لاحظوا الاي بوك نمبر 1، بعدين النتيجه تبعتها كانت السكور تقريبا من اول اي بوك كانت 0.98. هاي اول اي بوك. الاي بوك رقم 7 مثلا هون كانت السكور عباره عن 0.99 which is excellent score. فبتلاحظوا انه فلير الاكيوريسي تبعتها جدا ممتازه لما اشتغلت على التكست وبدها تعمل كلاسيفيكيشن كلاسيفاينج لكاتيجوريز يعني. لان النتيجه تبعتها طلعت زي ما شايفين هون، هي الليبل عبارة عن سبام، فالجملة هاي عبارة عن سبام والسكور تبعتها 0.82 which is excellent. فهي عرف انه هاي عبارة عن سبام which is actually spam. اذا بتقرأوها هاي عبارة عن سبام مسج، مش مسج عادية. فلاحظوا انه قدرت يعني اسطر معدودة اني تو عمل موديل كامل وعمل له تريننج للموديل هذا وعمل سبليتنج للديتا واشتغل عليها وبالاخير عمل بريدكشن للديتا. طيب مش كل مره طبعا بدي اعمل بريدكت لجمله بدي اسوي كل هذا الحكي. فانا السلايد اللي بعده بدي اورجيكم بس كيف تعملوا طوالي هلا بريدكت، لانه الملف هذا الديتا صارت مخزنه تبعت البيست موديل هون. فهلا السلايد اللي بعده بنشوف كيف نعمل طوالي بريدكتنج للستيتمنت مباشره. زي ما انتم شايفين عملت بس فلير دوت موديل امبورت تكست كلاسيفاير وفلير دوت داتا يساوي امبورت سنتنس، وقلت له هون كلاسيفاير يساوي تكست كلاسيفاير لود البيست موديل، وجبت هون نفس الجمله هاي وقلت له سنتنس يساوي سنتنس اوف سنت وكلاسيفاير بريدكت هاي سنتنس، واطبع لي هون الليبل حط لي اياه الليبل هون مع سنتنس. فزي ما شفنا قبل شويه قال لي عباره عن طوالي عمل بريدكشن لسبام اوف 0.8. هسه بنشوف مثلا جمله ثانيه هون، بنحط سنت جمله ثانيه بحيث تكون عباره عن هام ونشوف كيف راح تطلع. هاي مثلا غيرت الجمله اللي عندي هنا السنت مسج قلت له هاي حسام هاو ار يو، فهاي الجمله يا ترى عباره عن سبام ولا هام؟ فبنلاحظ انه هون اعطاني عباره عن هام وهي السكور تبعتها 0.87. فطبعا هاي اتس نوت سبام، هاي عباره عن مسج عاديه، فقدر يعمل بريدكشن لها وقدرت بسطور عديده بس محدده يعني محدده وليست يعني كبيره جدا اني اعمل بريدكشن بيس على الموديل اللي انا عملت له تريننج اللي هو هذا تخزن في هذا الموديل. الان بضل عندي شغله، يا ترى انا اشتغلت قبل شوي على الفلير، اشتغلت قبل شوي على الفلير، فبدي اقارن الان انا بالويب سايت هذا عامل لوجيستيك ريجريشن على نفس الداتا اللي اشتغلنا عليها، هي اس بي اس 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 ام اس سبام كولكشن دوت تكست. انت بتلاحظوا هي الداتا نفسها، بس بدي اعمل تريننج على ايش؟ على اللوجيستيك ريجريشن مش على فلير، وبدي اشوف شو بدي اعطيني سكور ونقارن السكور تبعتها بايش؟ بالفلير. فزي ما انتم شايفين هنا استدعيت الاسكي ليرن عشان استدعي اللوجيستيك ريجريشن، وهون عملت لينك للداتا
دي اف اوف تكست وليبل زي ما بده يعمل كولومز تو كولومز وعلى تكست وعلى ليبلز، وعمل تريننج داتا قسم الداتا هنا وعمل فيكتورايزيشن وعمل كلاسيفيكيشن وبريدكشن عن طريق اللوجيستيك ريجريشن. طبعا اللي مش عارف اللوجيستيك ريجريشن برجع على الدرس انا شارح فيه اللوجيستيك ريجريشن اللي هو الالجوريثمز وبشوف بعض التفاصيل. وهنا طبعا الاكيوريسي، فبشوف الاكيوريسي تبعت هذا الموديل عباره عن 0.96. فلاحظوا فلير، الفلير سكور كانت 0.99، فلاحظوا انه فلير عباره يعني السكور تبعتها كانت افضل كثير من اللوجيستيك ريجريشن. بس حبينا نحط اللوجيستيك ريجريشن هون حتى تشوفوا انتم الفرق بين اللوجيستيك ريجريشن كيف بتعملوا تريننج للموديل بينها وبين فلير، وشفنا العلامه انها افضل بكثير تبعت فلير اللي هي 99 افضل من 96. فهي بس عباره عن اكزامبل انه هاو تو دو ذا سيم داتا على التراديشنال ماشين ليرنينج الجوريثمز اللي هي اللوجيستيك ريجريشن، كيف كانت السكور مقارنه مع فلير. هيك بنكون خلصنا الدرس، يعني ارجو انكم تكونوا استفدتوا منه. طبعا هيك صار عندنا اربع دروس على ال NLP. اول درس كان ال NLTK، بعدين حكينا على الجنزم، بعدين حكينا على السبيسي، بعدين حكينا الان على الفلير. فصار عندنا اربع مكتبات موجوده على المشين ليرنينج او على الارتفيشال انتليجنس، ممكن ترجعوا لهم تستفيدوا منهم وتطبقوا على مشاريعكم سواء كانت مشاريع بحثية أو مشاريع عملية في شركات. وأرجوكم تكونوا استفدتوا من هذا الدرس، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.